هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته؟ إيش يقول؟ يقول في هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه وأنه لا يكفر إلا وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله؟ وهل صحيح أنه يشترط هذا القيد؟ لا طول السؤال شيء فشيء. نعم هو لا يكفر صاحب المعصية العملية، المعصية العملية لا يكفر إلا ترك الصلاة. لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون على شيء من الأعمال غير ترك الصلاة العملية، المراد بها المعاصي العملية، لكن يقولون إنه فاسق، يقولون إنه فاسق لا وليس كافرا. نعم، وآخر السؤال يقول سلمك الله، وهل صحيح أن يشترط هذا القيد ما لم يستحله في تكفيره؟ الصلاة يكفر ولو لم يستحل تركها، يكفر على الصحيح ولو لم يستحل تركها على الصحيح، وأما غيره نعم، ما دام لم يستحله، لو شرب الخمر وهو لم يستحله، لو أكل الربا وهو لم يستحله فلا يكفر، وإنما يفسق، قال هذا فاسق ناقص الإيمان. نعم، وكذلك الزاني إذا لم يستحل الزنا، شارب الخمر إذا لم يستحل فإنه يفسق. نعم.